هذه المواجهة على التشكيل الذي سيدخل به المنتخب الوطني المغربي. حارس المرمى خديجة رميشي، باقي اللاعبات رقم 2 هذه التشكيلة ديال المنتخب الزامبي. المنتخب الزامبي الذي تلعب باللاعبات ديالو بالاسماء الاتية: رقم 18 هنا ناصر ديال المنتخب الزامبي، اللاعبات ديال المنتخب الزامبي هنا دعاء، هنا الحضور ديال اللاعبات. الهدف اللي جاء في الانفاس الأخيرة من المباراة السابقة، مباراة الذهب. أو الجماهير التي تتابع عبر القناة الرياضية تعطى في هذه اللحظات انطلاقة المقابلة. هذه تمريرة جل يمنى، عملية ديال المراوغة ممتازة من سكينة، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف أول كيضيع للمنتخب الوطني المغربي في سام جريدي. أول محاولة، جات كرة عرضية جانبية، دخول داخل منطقة الجزاء بمتابعة بروس بوبي والآخر يرسل يحدث كثيرا اليوم، لان تقدم مسانده في الادوار الهجوميه شباك ديال العناصر الوطنيه. كره من جهه يسرى، هذه عمليه من جديد، الانطلاقه من جهه يسرى، تمرير عرضيه، استعداد من اجل الانطلاق من جهه يمنى، ومحاوله لانغورين في عمليه هجوميه داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه خطيره. وصوب ساكينه ما تمكنتش من اللحاق بالكره، تقطعت بدايتها حنان ايت حاج. الكره مرة أخرى مغربية ممتازة جدا من الجهة اليمنى، تستأسد بشكل كبير ساكنة من الجهة اليمنى، عملية هجومية، محاولة داخل منطقة الخط الجانبي مع إصرار ديال كندرجي راشيل اللي حاولت ما أمكن أنها تبحث عن الكرة ديالها. ضربة مرمى للمنتخب الوطني المغربي بديل المنتخب الزامبي. ياسمين كاتيم رابط حاولت تقطع الكرة، تمريرة بدخول داخل منطقة الجزاء، وخديجة رميشي خديجة كتمكن من إيقاف هذه الكرة، أعتقد أنها أصيبت في التدخل الماضي. تمريرة كانت أمامية مطولة، ربع ساعة من اللعب، ربع ساعة من اللعب، تحضير كرة لصالح المنتخب، المنتخب الزامبي في الجهة اليمنى. تاكناوت كتنطلق عملية هجومية مغربية، محاولة ديال التصويب كتختار تمريرة للجهة اليسرى، محاولة تصويب، فرصة مواتية، فرصة مواتية لتسجيل تصويب عن بعد حل من الحلول اللي بإمكانها أن تحمل جديد. إذا هذا الخطر مطلوب خاصة في الكرة القريبة من منطقة الجزاء. مبدأ الأمان والسلامة، باربارا تصويبا خارج فاندا باربارا، فاندا باربارا كترفع كرة داخل منطقة الجزاء، خارج ربيشي كتبعد الخطورة من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي. مباشرة لونغو إيرين ترفد هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد الخطورة من جانب خديجة رميش، رأسية كانت هادئة، حس بأن الكرة كانت مركزة. رقم 17 السريعة كوندانجي راكيل، ومحاولة صعبة، محاولة صعبة لولا عزيز رباح كان بإمكان أن تشكل خطورة كبيرة على المعترك ديال المنتخب الوطني المغربي. عزيز رباح اللي تمكنت من لعبة مونديال الماضي أستراليا ونيوزيلندا، هذه عملية هجومية صويبة، هذه محاولة لصالح المنتخب الزامبي. لعبات سريعات، عزيز رباح مرة أخرى سقط على أرضية الملعب، يظهر على أنها مصابة بعد الإصابة الأولى، الآن كنشوف السقوط ديالها مرة أخرى. حكم شارع الرايه، حكم المساعده، عمليه ديال التمرير خطيره هذه داخل منطقه الجزاء، خروج ديال خديجه رميشي، عمليه هجوميه مستمره متواصله، صويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. محاوله كانت صعبه للمنتخب الزامبي، ولعب وسط اخذ ورد، صعيبه هذه الكره، صعيبه هذه العمليه الهجوميه داخل منطقه الجزاء والهدف الاول. يعني المنتخب الزامبي انتظر الى حدود الدقيقة 39 ولعبة اللي حذرنا منها كثير. باربارا باردا كتمكن من تسجيل هدف ديال التعادل بصح كبير، اكتساب مباراة الذهب والإياب، طريقة ديال استلام الكرة ثم بعد ذلك القيام بالتسجيل. النتيجة المسجلة 1-0، لاحظوا الإعادة
عندنا التبريرة عندنا الإنزال عندنا الرأسية بعد ذلك الإنسلال وضع الكرة في الشباك لاحظوا الإنسلال ديال باندا باربارا تمكنت من القيام بالمراوغة بعد ذلك كتوضع الكرة ديالها في الإضافية ولكن هناك كنشوفوا باربارا تلقى هجوميه مره اخرى من الجهه اليسرى عمليه هجوميه المنتخب الزامبي صويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب الى الزاويه لصالح المنتخب الزامبي عنصر قلت مغربيه سكينه امام تنفذ هذه الكره من جديد سكينه مرور مساحة ضيقة كاتمار أمام ثلاثة ديال اللاعبات لعبة على التصويب من الجهة اليسرى كرة داخل منطقة الجزاء التصويب وابتسام تضيع ضربة مرمى حاول لعبة داخل منطقة الجزاء ما تمكناتش نقاش عملية ديال التمرير ضائعة تعود لباربارا مسجلة الهدف الوحيد في مباراة اليوم نويدة من زينة تبعد كل خطر تدخل ديال إستر سيرفوكو خورخي فيلدا بالتعليمات أخذ ورد البحث عن ابتسام شريدي عملية اختراق مرور كرة ممتازة فرصة محاولة ديال ابتسام شريدي يمكن نقول بأنه بشكل أوضح ولا أقرب للتسجيل كرة في خط وسط انطلاقة صويبة مباشرة إلى خارج خط الخلفي للملعب هذه الإنزال وابتسام شريدي نزل كرة ديال العملية الهجومية دخول داخل منطقة الجزاء تحت المرور تمريرة عرضية بإمكاننا تحقيق تغيير مسار كرة كرة مغربية فرصة تمريرة عرضية جانبية محاولة الكرة لأن مرات أمام المرمى ديال المنتخب الزامبي يبقى في الكرة ما مراتش في سبريدي كتنزل الكرة ديالها في عرض خطية أمام مجموعة من اللاعبين كتقوم مراوغة الجهة اليمنى محاولة تصويب ديال السكينة أو ديال مش عارف خلف من زولو بولين تغيير كلي شريكة بريسكا داخل منطقة اليسرى محاولة ديال الانسلال هنا تكناوت هنا التبرير داخل منطقة الجزاء محاولة ديال التصويب المراوغة تصويبة كيضيع هدف مرة أخرى للعناصر الوطنية لعبات كرة تفوق عددي سكينة أوزراوي الجهة اليمنى تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء لفرصة رأسية محاولة هدف هدف يضيع للمنتخب الوطني المغربي حظ عاطر أمام الاندفاع أمام الطموح أمام الرغبة أمام كل الأشياء اللي ممكن نهضروا عليها في المباراة ديال اليوم لاحظوا رأسية أولى صويبة ثانية الكرة تعبت دخول للشباك الزامبية وهذه هذه المرة نشاهد سكينة أوزراوي محاولة تسجيل حسين بردواني نقاش تبريرة ديال الجهة اليسرى محاولة ديال السكينة ديال عملية خلق المنتخب الزامبي الحلول تأتي تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية كرة رأسية ممتازة تمر ياسمين مربط كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء بحث عن متمم العملية مرمى داخل منطقة الجزاء محاولة فرصة صويبة ولكن كتصطدم تواجد الحارس لا تزال الخطورة مستمرة صويبة إلى خارج خط الخلفي للملعب قلت أنه حظ عاطر ويظهر على أنه يتأكد مع مرور الوقت على أنه سبيل من أجل التسجيل يظهر على أنه صعب ولو أنه هنالك مجهود شوف مجهود ديتا درفادة ياسمين مربط إبعاد الخطر حنان اي حاجه راسيه ما مشاتش زاد الخطر مستمر باقدام مغربيه عملية ديال المرور كاين هناك خطا حكمة وتبقي على نهاية الوقت القانوني المشوار مازال مستمرا 1-0 نعم سجل لكن قابلة لأن زينة بردواني تتقدم تلعب هذه الكرة فوق المرمى قدرات شريفة كرة تلفت داخل منطقة الجزاء
التلفاد داخل منطقة الجزاء. تحضير الكرة الثانية الآن، فرصة تصويب، صويبة فوق المرمى، فوق المرمى لدخول داخل منطقة الجزاء. مراوغة جميلة، محاولة، فرصة كترجع لروسيلا، صويب صويب صويب، ولكن في آخر مرة مغربية من جديد. تمريرة داخل منطقة الجزاء، لاعبات عديدات من منتخب الزامبي داخل منطقة الجزاء، صويبة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، ضربة مرمى. كل التثاقل أقدام الأشواط الإضافية. الوقت اللي كنشوفو هنا انطلاقة هجومية لصالح منتخب الزامبي، الجهة اليمنى تلفات داخل منطقة الجزاء، وخديجة رميشي تبعد الخطر، تبعد الخطر. في هذه اللحظات ينتهي الوقت المختص لهذه المقابلة بهدف واحد مقابل شيء. المنتخب الزامبي كتسجيل هدف ديال المنتخب الزامبي، تعادل وتسجيل أهداف داخل كل مرمى، الشيء اللي كيخلينا أننا نشوفوا الأشواط الإضافية. انسلال من صباح الصغير من الجهة اليسرى، خبرة في الملاعب الإيطالية. كرة ممتازة، كرة ممتازة تعود مرة أخرى، فرصة التصويب ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. هذه المحاولة هنا عملية هجومية بهذه الكيفية. باربارا باندا، ممتاز ديال مويمبا للجومو، هجمة مرتدة مضادة زامبيا على مستوى خط الأمامي. صعبة هذه، صعبة هذه، صعبة هذه، صعبة هذه، وتدخل، تدخل ممتاز، تدخل رائع، تدخل بجرأة، تدخل لإبعاد الخطر من خديجة رميشي، إزاحة خطر كن داخل منطقة الجزاء. لعملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء، ابتسام جبرة، روسيلا تلعب كرة داخل منطقة الجزاء، منطقة الجزاء إبعاد خطر. باربارا باندا، صويب شراك ناتشو لا راشيل، باربارا، كرة داخل منطقة الجزاء. ماذا هناك؟ الحكمة تقر بضربة جزاء لصالح المنتخب الزامبي، وترى على أن هنالك لمسة يد داخل منطقة الجزاء. إذا الحكمة تعلن عن ضربة جزاء. هل تفعلها في مباراة الإياب؟ هل تصد هذه الكرة؟ خديجة رميشي، تنفيذ وتسجل، يتم تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الزامبي. محاولة، كان هنالك توقف بعد ذلك إتمام لمسار التسديد، وتتمكن باربارا باندا من تسجيل الهدف الثاني. إذن الجولة الأولى الإضافية عرفت تسجيل هدف للمنتخب الزامبي. لاحظوا هنا كتثبيت للحارسة المنتخب الوطني المغربي خديجة رميشي بعد ذلك.